اولا اعدت اجدد شكر الجميع وربما اول مره في تاريخ المغرب هذه المؤسسات تجتمع حول هذه المائده دون اكل ولكن لي اليقين انها مائده مفيده ويجب ان نفكر جميعا من اجل البحث العلمي بالمغرب بغض النظر عن المؤسسه التي ننتمي اليها. ثقافه العزله عن الاخر ثقافه متجاوزه. ما هو موجود في المغرب فهو للمغاربه كافه، وعلينا ان نتعاون بغض النظر عن المؤسسات او الوزارات. هذه الموارد كان بالامكان ان تخصص للجامعات، ولكن اشتغلنا بمنطق البلد وليس بمنطق هذه الوزارة أو تلك. إذن هذه الثقافة أريد أن تعم حول الجميع وأن ينتقل الباحث من مؤسسة إلى مؤسسة. وللذكر فإن القانون، مراجعة القانون 0102 سيساعد على انتقال من هذه المؤسسة إلى تلك داخل نفس الجامعة وداخل نفس المجال الرباط. من يشتغل بالنرا ممكن ان يمر الى الجامعه، من يشتغل بالجامعه ممكن ان يمر للنرا ولا ليكول دارشيتكتور ولا غيره، لان هذه الثقافه هي التي يمكن ان نساعد بلدنا اذا اردنا ان نكون لنا موقع محترم في العولبه. اذا ما يجري من حولنا يتغير بسرعه. هل وتيره التغيير في بلدنا تساير وتيره التغيير عبر العالم؟ هذا هو التساؤل. اذا علينا فعلا أن ننفتح على التكنولوجيات الحديثة، على المختبرات، على التعاون الدولي. إذا رؤساء الجامعات والمديرين لابد أن يكونوا هم المحرك لهذه المؤسسات، والوزارة أبوابها مفتوحة لكل أفكار مهما كانت المؤسسة ومهما كان انتماؤها، أبواب الوزارة مفتوحة. إذا نتمنى لكم التوفيق وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Merci. 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 Mer